في دراسة اتعملت في جامعة هارفارد استمرت لمدة 75 سنة، ابتدت سنة 1938 وفضلت لحد 2013. الدراسة دي كانت بتحاول تجاوب على سؤال واحد، وهو ايه اللي بيخلي حياة الناس أسعد وأفضل؟ وده لأننا لو سألنا الناس في نهاية حياتهم عن ذكرياتهم غالباً بيدونا إجابات مش معبرة عن الواقع اللي عاشوه فعلاً. لازم ندرسهم بنفسنا عشان نعرف حصل إيه في حياتهم فعلاً. الدراسة بدأت على عدد 724 مراهق من أماكن مختلفة وظروف مختلفة إلخ، وفضلت تتابعهم لحد يا إما ماتوا أو بعضهم عايش لحد ما عدى 90 سنة. وأخيراً سنة 2016 الرئيس الرابع للبحث ده دكتور روبرت والدينجر عمل محاضرة في سلسلة محاضرات تيد المشهورة وقال لنا على نتيجة البحث. البحث اللي درس سنين طويلة من حياة البشر دراسة عملية دقيقة عشان يقول لنا سر السعادة في الحياة. قبل ما أقولك السر خلينا أسألك سؤال بسيط، لو تخيلنا إن بقى عندك القدرة على إنك تسافر للماضي وتغير أي حاجة هتغير إيه؟ الإجابة اللي أغلب الناس هتقولها هتكون متعلقة بالفلوس، هشتري أسهم هتعلى في البورصة مثلا، أو أستثمر في حاجة زي البيتكوين أيام ما كان العشرة بيتكوين بدولار، أو 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 من الآخر حاجة أنا عارف إنها هتضمن لي الثراء الفاحش. بس مش دي الإجابة الصح، أنت المفروض تستثمر في الحاجة اللي هتضمن لك سعادة طويلة الأمد، واللي هي تبعا لدراسة الإخوة بتوع هارفارد ما كانتش الفلوس، أمال كانت إيه؟ الدراسة نتيجتها باختصار وفي سطر واحد إن العلاقات الجيدة بالآخرين هي سبب السعادة والصحة. هتقولي تقصد الصحة النفسية مش كده؟ هقولك والصحة الجسدية كمان. الناس اللي عايشين في علاقات سليمة وسوية مع أسرهم صحتهم الجسدية بتبقى أفضل. بس كده، دي نتيجة الدراسة. يعني في اختلافات جذرية في حياته بس كله انطبق عليه القانون ده، العلاقات الجيدة بالآخرين تضمن لك حياة أفضل. الخلاصة إنك لو رجعت بالزمن أفضل قرار ممكن تاخده هو إنك تصلح علاقاتك بأسرتك وتبني علاقات كويسة مع أصدقائك وقريبك ومجتمعك.